فيميل موفي ايكون بينطلق معكم بحلقة جديدة The Lost Daughter أو الابنة المفقودة. هو فيلم درامي صدر عام 2021 من تأليف وإخراج ماجي جيلنهال بأول فيلم لها كمخرجة، استنادا إلى رواية بتحمل نفس الاسم اللي صدرت عام 2006 للكاتبة إلينا فيرانتي. أثناء عطلتها باليونان بتلتقي ليديا كاروسو الأستاذة الجامعية بمنتصف العمر والمترجمة الشهيرة بنينا وهي أم شابة بعد اختفاء ابنة نينا البالغة من العمر 3 سنوات إلينا مؤقتا على الشاطئ. تجد ليديا إلينا وبتعيدها إلى نينا اللي بتعبر عن إرهاقها المتزايد وتعستها. تشعر إلينا بالانزعاج بعد أنه فقدت دميتها المفضلة واللي أخذتها ليدا سرا بلقطات الماضي. بيظهر انه ليدا كافحت ايضا لكونها ام شابه لابنتيها بيانكا ومارتا، وغالبا ما بتفقد صبرها وبتصبح منعزله عن عائلتها. باحدى الامسيات بتتناول ليدا العشاء مع الايل القائم على رعايه شقتها بالعطله، اللي بيرى انها بتملك الدميه لكنه ما بيعلق على ذلك وما بخبر نينا. تكتشف ليديا لاحقا انه نينا لديها علاقة غرامية مع ويل اللي بيعمل ببار على الشاطئ، وبتشرح نينا انه زوجها توني مسيطر للغاية وبيستمر البحث عن دمية إلينا، حتى انه نينا قامت بتعليق منشورات تعرض مكافأة لإعادتها. بالسوق بتشتري ليديا لنينا دبوس قبعة لمساعدتها على تثبيت قبعة الشمس بمكانها. عندما بتسأل نينا ليديا عن بناتها بتصبح ليديا عاطفية، تكشف انها تخلت عنهم لمدة 3 سنين بعد انه اصبحت متوترة للغاية وتركتهم مع زوجها السابق. وخلال هيدا الوقت كانت على علاقة مع زميل استاذ، بتعترف بانه الابتعاد عن بناتها كان مدهشا وانها لم تعد اليهم الا ما عندما افتقدتهم حقا. بتعلم نينا انه ليديا بتعرف عن ويل وبيسألها لاحقا عما اذا كان بامكانهم استعارة شقتها لممارسة الرذيلة. باليوم التالي عندما بتوصل نينا إلى ليديا للحصول على مفاتيح الشقة، بتعترف ليديا بأنها أم أنانية وغير طبيعية وبتحذر من أنه اكتئابها لن يزول أبدا. ثم بتعطي نينا دمية إلينا معترفة بأنها أخذتها وأنها كانت بتلعب فقط فيها. بتتفاعل نينا بغضب بطعن ليديا ببطنها بدبوس القبعة قبل المغادرة. بتلك الليلة بتحرز ليديا حقائبها وبتحملهم وبتغادر المنتجع، لكنها بتقود سيارتها خارج الطريق بسبب إصابتها وسرعان ما بتنهار على الشاطئ. بصباح اليوم التالي بتستيقظ ليديا وبتتصل ببيانكا اللي بتصادف وجودها مع مارتا، وبتعربان عن ارتياحهم لسماع أخبار والدتهم اللي لم يسمعوا عنها منذ عدة أيام. بتقول ليديا انها بخير، ثم بتنظر الى اسفل لتكتشف برتقالة بيدها، فبتقوم بتأشير قشرة البرتقالة مثل التعبان بالطريق اللي كانت بتتفاعل مع بناتها عندما كانوا صغيرات. هذا هو جزء صغير من الفيلم اللي هو كتير حلو واللي انا بنصحكم شخصيا انكم تحضروه. ومثل كل مرة ما منقلكم ناطرين تعليقاتكم على الكومنتس على الفيسبوك تشانل وعلى اليوتيوب تشانل لمريم تي في، واي موفي عبالكم تعرفوا عنه نحن مستعدين، بس علقوا حطوا عنا كومنت اسم الفيلم ونحن رح نحضر لكم اياه. ومنلتقى سوا بحلقة جديدة.